ان احنا قلنا كلجنة المرأة باش نمشوا للسيد رئيس المجلس ونعملوا مكتب على اساس انه يصير النقاش على في النقطة هذه في مكتب المجلس. خلطوا علينا الغادي الباب المكتب نتاع المجلس بالضرب بالدز، معناها واحدة من الناس نلقى روحي في عركة ما عنديش فيها حتى دخل. ساندويتش جينا من بعده أنا ومدام سامية، من بعده في زميلنا أنور على خاطر الاستفزاز اللي صار له والكلمات اللي تمس منه وتمس من رجوته وتمس من كرامته خليته أنه يرد الفعل، ورد الفعل وحده لقى روحه وحده في جهة وكتلة كاملة متكتلة عليه الضرب بالبونية. جيتنا وسامية في الوسط خاطر ندفعوا فيه ندزوا فيه باش انه يبعد عليهم وما يصيب عليك، معناها ما الحكاية هذه مانيش متاع هذا، ابعد امشي. نلقوا روحنا ناكلوا في البونية في الضرب اللي كان موجه لزميلنا يجي على راسينا وعلى سامية وعلى راس سامية، ضرب بالبونية كلام زايد، من بعد وصل السب جبد هذاك ابوه يا اخي استفزاز. بصراحة عشت العمر هذا، أنا يعني في عمري في 30 عمري بالعمر ما تحطيت في وضعية نفس الوضعية هذه، لا في الشارع لا في ما جملة 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 وضعية تحطينا فيها. نتلفت نلقى النائب زميل زيد الهاشمي، النائب سيف الدين مخلوف، النائب محمد العفاس وبقية الكتلة نازلين الكل بالضرب، يطيحونا يضربون على الباب. يجي من هنا تو بدت تطريق البلاصه، تبابز على روسنا، نفخونا بالماء، حلوا ما وصلوش كي بعدنا انور ما وصلوش باش يضربوه من الغل، يحل الدبوزه ويعطيه بالماء كاين فروخ صغار كاينها ذري نتاع مدرسه قاعدين نقروا. مانيش فاهمه انا حتى الصغار والله لا يتعاملوا كيف هكا. وتمنيت انه اللي صار اليوم والنقاشات والديبال تحل على المراه، المراه حتى واحد ما وصيه عليها، هي وصيه على روحها، وحتى واحد ما عنده الحق وانه باش يجبد المراه ولا يدافع على المرأة ولا يدافع على سن المرأة. المرأة اللي هي مهمشة واللي نورمالمون تدافع عليها العباد، امشي شوفوها توا في الأرياف نتاع الشمال الغربي ونتاع الجهات الأخرى كيفاش تخدم في الفلاح وحد ما سائل عليها. المفروض كان يصير نقاش القانون نتاع 51، يصير نقاش لتفعيل قانون نقل العاملات، يصير تنقيح الكراس الشروط باش تتمتع تتمتع بالتغطية الاجتماعية وتتمتع بحقها، قاعدة تخدم غادي تحت الناس الكبارات والكل تاخذ في منحة رمزية وعادي بتعدي 13 ساعة في النهار تلقاها ولدها على ظهرها وهي ظلي تخدم ومطبسة في البرد وفي الشتاء وتركب في الكاميون من تالي واقفة والمطر عليها والثلج. هذا الكل لا نحن ما نقشوش، وهذا ما نشوفوش ونحن الشيء هذا. يلزمنا نعملوا عركة لهنا خاطر الميديا عنا، على خاطر عنا التلفزة لهنا تصور، نحكوا على الجنس، نحكوا على المرأة تتسمى ضحية، حتى الأم العازبة راهي ضحية، حتى هي شكون قال هي ما تحطتش في وضعية خلتها توصل للوضعية ذيك؟ شكون حكى معاهم هما؟ شكون قال لهم باش إنه حتى توصف بالتوصيف هذاك؟ ما يهمنيش الموضوع هذا تو، اللي يهمني إنه وصلنا بالحق في المجلس هذا، مجلس نواب شعب، شعب منتخب، معناها النواب منتخبين من الشعب، يوصل يتسلط علينا العنف من نواب كيفنا انتخبهم الشعب باش يخدموا مصالح الناس، يوصلوا اصوات جهاتهم، يعملوا حاجات تصلح. تمنيت قلت لك وتمنيت وانه الحاجات هذيا والعرك هذا اللي قاعد يصير في مصلحه النساء اللي ما تنجمش توصل لها، ما يهمهاش، ما عنديش حتى دخل في العرك اللي قاعد يصير هذا. يصير تفعيل القانون 58 من هذا العنف ضد المراه، يصير مناقشته ونحكوا فيه بطريقه راقيه بطريقه مدنيه ومتحضرين، مش نعملوا للعنف كيف كان والضرب والكل تتعرض للمراه للاهانه. اللي وجعني اليوم والله لو وجعني الضرب، ما وجعنيش الضرب بقدر ما وجعني الوضعيه اللي نحن فيها. عمري بالعمر ما تحطيت في سيتياسيون نفس هذه، عمري. سي مصطفى. انا باش نحكي في مساله اخرى، مش نضيف على السيده على زميلتي امل. هو قبل ما نوصل نحكيو على الدم ونحكيو على البونيا، فما دم اخر فما بونيا اخرى انا ما شفتوهاش. مكتب المجلس انعقد لنظر في زوز نقاط جدد الاعمال. انظرنا في نقطه اللي هي تصويت على احاله قانون مشروع قانون تقرير اللجنه على الجلسه العامه قبل الماليه، والنقطه الثانيه هي ما تاي عليه السيد العفيس تحت
البرلمان من تمجيد دولة هي دولة تونس أساسا، ومن خلقه للدستور وخلقه لليمين، ومن أنه تهاجم أو تهكم على مجلة أحمد الشخصية اللي هي مدسترة بالدستور ومقننة حمايتها بالدستور، واللي على الدولة تتزم بها. كانت هذه هي النقطة اللي احنا كنا باش ننظرولها في مكتب المجلس. ما رعنا إلا أنه يتدخل، وشفتهم يعدي في اللايف، ده مش حاشم هذا، ده مش حاشم، مش مخبي، عدي في اللايف وقال يضرب على الطاولة ما ثماش مكتب، ما ثماش مكتب، هو فين مكتب؟ وياخذوا جماعته وفين مكتب؟ شو معناتها الحركة هذه؟ خلينا نفهموا مع بعض، حركة خطيرة برشا. يعني واحد هو ضد نقطة معينة راه ينسحب ولا يصوت ضدها، أما يمنعش الآخرين من أنهم يقوموا بواجبهم، ما يمنعش الآخرين أنهم يتداولوا في نقطة بتاع مكتب المجلس. دونك تم التطاول على مكتب المجلس، تم العنف على مؤسسة مكتب المجلس، تم قطع النقاشات والحوار في نقطة حتى كنا اختلفوا، ثم ديمقراطية، ثم ضرب الديمقراطية، لأنه بالديمقراطية ناخذوا القرار سواء كان معاه سواء كان ضد، كل حد يتحمس عنده. بعد هذا كله مش ما بتعرفوا اللي صار بعد، بتعرفوا ساعتين وحاجات فوق الخيال. قلنا نحن لينا نحن رؤساء الكتل مثلا ما عادش في مكتب المجلس، كان مش عادوا نعمل مكتب المجلس باش نمشيو غاديك. لما رؤساء الكتل وعملوا معناتها عريضة طلبوا إدراج نقطة في جدول الأعمال للنظر في ما تم منع النظر فيه في مكتب المجلس، واللي هي الجلسة العامة هي الأصل. الجلسة العامة هي تاخذ قرارات، الجلسة العامة هي السيادة وهي المشرع وهي السلطة. البارح شفتوا كيفاش يتوعدوا ويتهدوا، وما رعنا إلا رئيس اللجنة في آخر وقت دفعت الجلسة بدون حتى كلمة في مسألة النقطة الثانية اللي هي التداول فيما صرح به السيد عفاس. جينا اليوم باش ما نعملوش بلبلة في الجلسة، ونحن ننظر في قانون المالية إلى آخره، نعرفوها وقت شنو في الجلسة اليوم حتى عندي توافقات من بعد. عاودوا رؤساء الكتل عاودوا عملوا تذكير بكل أسلوب متحضر، أمضوا عليه وبعثوا للرئيس نذكروا يا سيد الرئيس ما خليناش نعمل عرق وصيع وعيات وصورة من شبه، راهو نذكروك بحقنا في أن تكون عنا جلسة، بحقنا في أن نتداولوا فيما ليه إساءة لتونس وإساءة للمرأة، احنا لينا هكا وقدرنا هكا خلينا نتداولوا فيه. إذا المجلس أغلبية مع يصدر قرار إيدان، إذا الأغلبية مع العنف طب يصدرش قرار، أما هو قرار إيدانا للناس يتمسك العنف. فما رعنا إلا بعدكش عاد لجنة المرأة، وهي لجنة خاصة طرحت المسألة هذه في اللجنة. حق جاوني الزملاء إجا التحق باللجنة، إجا التحق باللجنة، أنا عارف شو يصير في اللجنة ونعرف شو سطح حلق درب، ما حبيش تطلع للجنة، بعد نعرفها وخاطر أنا شكون نحب قدام أنا في جلسة عامة قدام الناس كل حد في بلاصتو، رؤساء الكتل اللي فهمنا باش ياخذوا التدخلات، حتى نحن ما كناش باش ناخذوا كلمة، عندنا رؤساء الكتل، كل كتلة عندها رئيس نتاعها، هي تعبر على موقف الكتلة. أنا اللوطة اش يعملوا هما بعدكش يدخلوا للجنة هذيا ويمنعوا اللجنة من أنها توصل. كيف وقع اعتداء على مؤسسة البرلمان، مؤسسة اللجان، جلسة عامة منعت، مكتب المجلس تمنع، واللجنة المرأة تمنعت. باش تمنعوا بالبلطجة وتمنعوا بالقوة، وهذه خطير أخطر من مجرد أخطر، شو نقول أخطر لا يقل خطورة، أما هو أيضا خطير الاعتداء على المؤسسات. شو شواليه كما ليبيا مثلا، سامحوني عفوا السيدة جبت دولة شقيقة، ربي خفف عليهم وربي إن شاء الله يأمن عليهم الأمن والأمان. كيف شواليه شو اللي كيما سوريا؟ كيفاش نوليو بالعنف اخرتها نوصل للرا فيهم بشي يقتلوه زميلنا، بشي يقتلوه زميلنا. ما 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 الرجال ما نجموهمش، لان الرئاسي ما نجموهمش، سبين الضرب بس قان، سامحوني الدبوزه البونيه كلام بنفيستا الواه. انا الضرب اللي جاني تاني ما نعرفش، أنا أغمي عليا، قال الراجل مش أغمي معناتها ألم كبير، مش على خاطر المنظر، على خاطر وين وصلنا. وهذا كله أنا واحدة من الناس تحمل المسؤولية لما يحصل الآن إلى رئاس البرلمان، عنده حتى حد مسؤول، هما ما همش بلدية لهنا، هما راهم في مؤسسة ومش يمشي على كيفهم المؤسسية، ومش تمشي تحت إمرتهم وتحت طلباتهم، مش بالغلط نسيروا الجلسة.
أحمل المسؤولية لما حصل اليوم وأمس وأول أمس و و و إلى رئيس المجلس النواب الشعب وليه قلت له قدامه وفي وجهه دخلت وقلت له أنت المسؤول كان عملت لنا جلسة وخليت له أسئلة الكتل تعبر مواقف أخوي نحب نعبر على موقفي أنا ما صارش هذا كله أما الاحتقان هذا يولد 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 وعندهم الدليل وعندهم الحماية وعندهم يخدموا لهم أمورهم وعندهم نورمالمون مكتب المجلس وقع رفضه بالغصب نورمالمون رئاسة الجلسة تندد في البرلمان تحت قبة البرلمان تندد بأنه وقع اغتصاب.